تعالى اعلمكم بقى النهارده 3 حاجات لو عملتوهم هتخليكم توفروا فلوس كتير قوي في روتين العنايه بشعركم. المره فاتت اتكلمنا عن البشره، والمره دي بقى هنتكلم عن الشعر. والنهارده كمان هعمل معاكم روتين العنايه ببشرتي المسائي، النايت سكين كير روتين بتاعي، علشان انا بصور الفيديو ده الساعه 2 بالليل، فغالبا هطفي الكاميرا وادخل انام على طول بعدها. فلو ما شافش الفيديو اللي فات بتاع ازاي توفري فلوس في العنايه بالبشره روحي شوفيه، وانزلي اعملي اشتراك في القناه علشان الفتره الجايه في فيديوهات مهمه جدا جدا فعلا هتفيدك. وما تنسيش طبعا تفعلي زر الجرس علشان اول ما ينزل فيديو تشوفيه. اول حاجه اوعي انك تعمليها انك تدفعي فلوس كتير 300-400 جنيه في شامبو علشان مكتوب عليه ان هو هيعالج معاكي تساقط الشعر. جماعه ما فيش اي شامبو هيعالج تساقط الشعر غير الماده الفعاله الوحيده اللي انا قلتها لكم في الجزء التاسع بتاع منتجات رخيصه بس نينجا، نزل في شورت فيديو هتلاقوه هنا على اليوتيوب. دي الماده الفعاله الوحيده اللي لغايه دلوقتي اثبتت انها فعلا بتقلل من التساقط مع العلاجات بتاعه تساقط الشعر، لكن مش لوحدها. اي شامبو احنا بنحطه على فروه الراس لمده دقيقه لدقيقتين تمام مش هيلحق ان هو يمتص، مش هيلحق ان هو يدينا اي تاثير في بصيلات الشعر. فاول ما تسمعي الجمله دي رن. استخدمت الفومينج كلينسر بتاع سيرافي، انا هعمل لكم فيديو لذيذ قوي قوي فيه انواع غسولات كتير قوي ان شاء الله، هبقى اكلمكم عن رايي في الغسول ده، فاستنوا الفيديو ده ان شاء الله. تاني حاجه بقى هتخليكي ذكيه وتوفري فلوس اكتر، ودي تركية مهمه قوي لازم تحطيها في دماغك، انك ما تشتريش بلسم وحمام كريم. البلسم وحمام الكريم الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه. الشامبو بيعمل شحنات سريعه في الشعر، البلسم بيعمل شحنات موجبه للشعر، فبيبدا الشعر يرجع تاني ان هو يكون متعادل. ده كده يعني ايه شرح بسيط خالص مبسط للي فكره الكونديشنر او البلسم بيعملوه. هستخدم بقى السيرم ده بتاع كافيورو. انا واحده من الناس على فكره البلسم بيجي اكتر مع شعري من حمام الكريم، فانت هاتي حاجه واحده من الاثنين علشان ما تضيعيش فلوسك على منتجين هيقوموا معاكي بنفس الوظيفه. لو انت مثلا قررتي تجيبي بلسم بالفلوس اللي انت كنت عايزه تجيبي بيها حمام كريم، هاتي بقى بيها حمام زيت، واعملي بقى الطريقه بتاعه الهير كومبو اللي انا كنت قايله لكم عليها، اللي هي فعلا من احلى الطرق اللي انا عملتها لشعري، بجد هتفرق قوي 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 مع شعرك. السيروم ده فيه مواد فعاله كتير جدا، بحس ان هي مهمه للبشره، بالاضافه كمان ان هو شويه بيهدي ويرطب البشره. كنت امبارح مستخدمه الفلوسليك ده مكشر للبشره، فشويه النهارده حاسه ان حاجز البشره بتاعي مجهد، فعايزه سيرمز تساعد شويه معايا على ترطيب البشره وترميم الحاجز بتاعي، لحد ما بفكر ان انا اشتري اللاروش سيكا بلاست. مش عارفه هو فعلا حلو، فقررت ان انا اجيب بقى واحكم بنفسي الصراحه. فلو حد ليه تجارب مع اللاروش سيكا بلاست يا ريت ان هو يقول لي تحت في الكومنتات دلوقتي قبل ما تدبس في فلوسه، يعني ارجوكم انقذوني. هستخدم كمان السيرم ده بتاع سيش علشان فيه مواد بتساعد على ترطيب البشره. تالت واهم نقطه بجد وهتفرق معاكي كتير قوي وانت بتوفري فلوسك في عنايه بشعرك، انك مش لازم تشتري شامبو غالي، ومش لازم تشتري لا بلسم ولا حمام كريم يكون غالي. انا عارفه انتوا هتستغربوا دلوقتي من انا قلته ان هو ازاي البلسم ما يكونش غالي وازاي الشامبو ما يكونش غالي، امال ايه هو الغالي؟ لو انت عايزه تجيبي حاجه غاليه اكيد هاتي، انا مش بقول انك ما تجيبيش، بس انا بقول لو انت فعلا حاطه ميزانيه او بادجت معين انك تجيبي بيه روتين عنايه بشعرك، فانا هقول لك انك توفري فلوسك في لوشن او سبراي لشعرك يتقله ويطوله ويعالج التساقط. لو عندك قشره مثلا مستعصيه في شعرك مش بتروح بسهوله، لا يبقى انا اوفر ساعتها فلوسي في شامبو يكون غالي، في انواع غاليه ممتازه للقشره، ساعتها هيضيع او معايا القشره. هستخدم بقى دلوقتي الكريم بتاع ميدي توبيك، هو حرفيا في اخر نقطه، بس انا محتاجه ان انا استخدمه بسبب ان هو في ماده السنتيلا، وماده دي عشان قلت لكم ان انا حاجز البشره بتاعي متضرر شويه، فهي اللي هتساعد بشرتي تكون كويسه. وعشان كده انا بقول لك انك دايما حطي فلوسك في منتج هيعالج عندك مشكله معينه. اما الشامبو والبلسم دي حاجه روتينيه ثابته احنا دايما بنعملها، دايما اساسيه معانا لازم ان احنا نستخدمهم، فنحاول نجيب حاجات يكون سعرها اقتصادي عشان نقدر ان احنا نلتزم، لان احنا لو ما التزمناش للاسف شعرنا هيبوظ. استخدم الماسكارا دي بتاعت هير ديلي اللي هي اسمها جولاوت، احطها بس على حواجبي وبس كده. دول اهم 3 حاجات لو انت فعلا عملتيهم هتوفري فلوس كتير قوي قوي في روتين العنايه بشعرك. تقريبا كده روتين العنايه ببشرتي بتاع بالليل بدا ان هو يخلص، المره اللي فاتت احنا حطينا كميه كبيره قوي من السيفورا، فهحاول دلوقتي ان انا اخد بالي. اعتقد ان كده كفايه عشان المره اللي فاتت كان الفيديو اتنقل نقله مش طبيعيه الصراحه. اخر خطوتين بقى مهمين قوي بحب اعملهم في روتين بتاعي بتاع بالليل، هم مش لبشرتي هم لايديا، ان انا استخدم كريم مرطب لايديا. انا بستخدم الكريم ده اللي هو الهيبتاكارباميل عشان بس الجفاف والقشور اللي في ايديا، والنقطه دي مهمه يا جماعه علشان احنا فعلا ايدينا طول النهار ميه بقى وصابون وحوارات، فكل ده بيبوظ معانا فعلا ايدينا وبينشفها. فما تنسيش كده بالليل كده في الاخر ترطبي ايديكي باي حاجه مرطبه عندك، او تشوفي روتين الترطيب اللي انا كنت منزلاه هنا على اليوتيوب، كان حلو قوي وفي خطوات سهله وبسيطه وبدائل كتير، حاجات من البيت هتلاقيه اللي هو روتين في العيد كنت منزلاه في العيد ازاي تهتمي بايديكي. واخر حاجه هستخدم خلطه الزيوت دي اللي احنا عملناها عشان نطول الضوافر، انا قصيت ضوافري كلها، محتاجه بقى ان انا استخدم حاجه ترجع تاني تطولها وتخلي شكلها كويس. بنحط منها وبنعمل حركات دائريه حوالين الضوافر. الخلطه دي رهيبه بجد، فكرتني بايام الشباب والله العظيم، كنت بستخدمها بقى ايه قبل الجواز، وكانت فعلا بتفرق قوي قوي في ضوافري. اعمليها وهتفرق قوي معاكي، برده هتلاقيها في الفيديو بتاع روتين العنايه بالايد. بالمناسبه كان في سؤال في الكومنتات بتاعت المره اللي فاتت، انا لما بحط المنتجات على بشرتي
المده بين كل منتج ومنتج قد ايه. المده بتختلف على حسب المنتج اللي احنا حاطينه، بس بصفه عامه احنا المفروض نسيب من 5 ل 10 دقائق من كل منتج والتاني عشان البشره تلحق ان هي تمتصه وتدينا منه افضل نتيجه. وطبعا المهم قوي ان احنا نرتب المنتجات بترتيب صح، الخفيف ثم التقيل وهكذا. كنا عاملين على فكره لايف في الموضوع ده، بس اللي ما شافش اللايف عايزني انا اعمل فيديو بقى يكون فيه ازاي نحط المنتجات بطريقه صح او بترتيب صح على بشرتنا، برده عرفوني في الكومنتات. انا محتاجه اعرف منكم بجد انتم محتاجين ايه عشان ابدا ان انا اصورها لكم. وبس كده فيديو النهارده خلاص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بجد اعملوا لايك عشان ابقى عارفه، وما تنسوش انكم تشيروه مع صحابكم. وباي باي.